بسم الله الرحمن الرحيم، مع بداية هذا اليوم وإشراق شمس الصباح ساعتان إن شاء الله، وتنطلق فعاليات المؤتمر الأول لكلية هندسة النفط والغاز بالزاوية. نسأل الله أن يبارك لنا في هذا العمل، ونسأل الله أن يبارك عمل اللجنة العلمية واللجنة التحضيرية، ونسأل الله سلامة الوصول لجميع الزوار والمهتمين والبحاث الذين شاركوا من جميع مدن ليبيا، ونسأل الله أن تكون فاتحة خير أيضا لجمع ولم شمل البلاد. دكتور الهادي محمد شيوة، كلية هندسة النفط والغاز، نائب اللجنة التحضيرية بالمؤتمر. اليوم إن شاء الله بداية الانطلاقة الأولى. هذا المؤتمر يشمل على 43 ورقة بحثية وأربع بوسترات، منهم 6 عبر الأقمار الصناعية أونلاين عن طريق برنامج الزوم إن شاء الله. كما تشاهدون هنا، هذه الملفات تحتوي على عنوان المؤتمر. بداخل هذا الملف يوجد مطوية المؤتمر بالإضافة إلى برنامج المؤتمر، كتيب الملخصات اللي هي الورقات البحثية بالكامل، إضافة إلى مذكرة داخلية وقلم. هذه سيتم توزيعها على كل الحضور إن شاء الله. الاسم عماد يوسف الأشخم، الصفة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر. طبعا اليوم احنا موجودين في مقر قاعة المؤتمرات بمقر مركز البحوث الطبية لنقل فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية هندسة النفط والغاز. طبعا المؤتمر بعنوان دور علوم الأرض والبيئة في تنمية الاقتصاد الليبي. المؤتمر يحمل شقين أساسيين، الشق الأول يتعلق بعلوم الأرض بصفة عامة وعلاقتها بالاقتصاد الليبي من حيث استغلال الموارد الطبيعية في ليبيا وإمكانية استخدامها استخدام الحسن، أو أن تكون كطاقة بديلة عن النفط مستقبلا. الشق الثاني هو الشق البيئي، وهو معالجة مشاكل بيئية من خلال الأوراق والأبحاث المقدمة إلينا من العديد من البحاث من جميع أنحاء ليبيا. هل عسى أن نخرج بنتائج تساهم في حل جزء ولو بسيط من المشاكل البيئية الموجودة المصاحبة للاستخراج الخامات المعدنية في ليبيا، سواء كان نفط أو مياه أو معادن. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. جاء اليوم الذي عملنا عليه طويلا لأكثر من سنة، يوم افتتاح المؤتمر الأول لكلية هندسة النفط والغاز جامعة الزاوية. المؤتمر الذي يعقد في الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة ليبيا، والذي يعقد تحت شعار من أجلك يا ليبيا. نطمح من خلال مؤتمرنا هذا إلى تحقيق تنمية اقتصادية لبلادنا، نطمح كذلك للمحافظة على البيئة في بلادنا، نطمح إلى إيجاد توافق وعلاقة وثيقة بين الباحثين ومنفذين القرار من سياسيين وشركات عاملة في بلادنا. نتمنى لمؤتمرنا هذا النجاح والتوفيق، نتمنى لكل الحضور والمشاركين معنا أن يكونوا يلموا بقدر كافي من الاستفادة من هذا المؤتمر. نتمنى لهذا المؤتمر أن يخرج بتوصيات جيدة تفيد في تنمية الاقتصاد. نتمنى أن تستمر التواصل العلمي والبحثي لتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه في ربوع هذه البلاد الطيبة المعطاء. لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير على حضوركم ومشاركتكم معنا في هذا المؤتمر، وشكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم. الدكتور نوري محمد فلو، مدير إدارة الجي ساينس بشركة نفوسة للعمليات النفطية، وأيضا مستشار بالمؤسسة الوطنية النفط، وأيضا حاليا بهذا المؤتمر وبهذا العرس الرائع نعتبر رئيس محور الرابع اللي هو يتعلق بالسياحة، وأيضا ما بين قوسين الحدائق الجيولوجية. بالنسبة لهذا الحدث يعتبر حدث فريد من نوعه في ظل الظروف اللي تمر بها ليبيا، اجتهاد كبير جدا من كلية هندسة النفط والغاز، جملة من 3 كلمات ولكن لها معاني كبيرة جدا، من أجلك يا ليبيا، في النفط، في البيئة، في السياحة، في التخصصات الكيميائية، في التخصصات الهندسية النفطية. وهذا يعتبر دليل قاطع على أن الكوكبة التي تشتغل في هذه الكلية، كلية هندسة النفط والغاز، لها دور كبير جدا من أجل بناء هذا الوطن من خلال هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ عبد الحميد ساسي المرابط، وكيل الشؤون العلمية بكلية النفط والغاز. دينا في
المؤتمر العلمي الأول لهذه الكلية من حوالي سنة ونصف في الاستعداد والتجهيز لهذا المؤتمر الذي نرجو أن يكون بالصورة التي خططنا لها، وما التوفيق إلا بالله. والمؤتمر هذا هي فيه ثلاثة مناشط مصاحبة له: مسابقة التميز الطلابي، والمعرض المصاحب، وكذلك الرحلة الحقلية العلمية والسياحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي سجى الغرابلي، خريجة من قسم الهندسة الكيميائية بكلية هندسة النفط والغاز، ومشاركة كذلك في هذا المؤتمر العلمي، وعضو بلجنة الإعلام. طبعا أثني على مجهودات هذه الكلية لإنجاح هذا الصرح العلمي الذي يتناول العديد من المحاور التي تهتم بعلوم الأرض والبيئة، مثل المياه والخامات المعدنية والساحل والسياحة الجيولوجية وما إلى ذلك. وأتمنى من هذا المؤتمر أن يكون حلقة وصل وجسر عبور للطاقات الشبابية اليافعة وكل الخريجين والمهندسين والشركات والمؤسسات والجهات الداعمة لتخولهم وتطلقهم إلى ساحات العمل. خش مع البوابة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبتين بكم إن شاء الله. أحد المشاركين إن شاء الله. إن شاء الله إيه. تفضل البوابة الثانية والحضور من البوابة هذه إن شاء الله. أحد المشاركين إن شاء الله. مشاركين إن شاء الله. البوابة الثانية المشاركين إن شاء الله. إيه البوابة هي إن شاء الله. إنه ليشرفنا أن نطلق المؤتمر العلمي الأول لكلية هندسة النفط والغاز بجامعة الزاوية تحت عنوان دور علوم الأرض والبيئة في تنمية الاقتصاد الليبي. أول ما نستهل به هذا الحدث هو آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا طالب كلية هندسة النفط والغاز محمد الشيباني، فليتفضل مشكورا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أن يزخر هذا المؤتمر بالعلوم والقيمة فهو فوز كبير جدا وانجاز ملفت لكلية هندسة النفط والغاز، يضاف الى رصيدها حديث العمر. فالجدير بالذكر ان هذه الكلية هي كيان استحدث مؤخرا فقط عام 2015. السادة الحضور، اترككم الان مع كلمة نائب رئيس المؤتمر الدكتور عبد العظيم الخضراوي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يسعدني في البداية أن أرحب بكم جميعا وأشكر لكم حضوركم للمشاركة في مؤتمرنا الأول لكلية هندسة النفط والغاز بجامعة الزاوية، وأنه من دواعي سروري أن أعلن لكم بداية جلسات هذا المؤتمر. تأبى كليتنا حديثة العهد
إلا أن تنقش بحروف من نور لتشرق الشمس وتبدد الظلام ليعم الخير والنماء في ربوع بلادنا. إن هذا المؤتمر الذي يبدأ أعماله اليوم تحت عنوان دور علوم الأرض والبيئة في تنمية الاقتصاد الليبي يطمح لإيجاد توازن بين استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. إن هذا العمل ما كان ليكون لولا دعم الشركات والمؤسسات الراعية لهذا المؤتمر، وعلى رأسهم المؤسسة الوطنية للنفط، شركة الزاوية للنفط والغاز، شركة مليتا، شركة المبروك للعمليات النفطية، شركة الراحلة، شركة إبكار، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للموارد المائية، شركة نافوسة للعمليات النفطية، مركز البحوث الصناعية تاجورا، والشركة الليبية لاستثمار وتشغيل المرافق الصحية، المركز الليبي لاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، الجمعية الليبية لعلوم الفضاء، جمعية الدعوة الإسلامية، ومركز البحوث الطبية بجامعة الزاوية. أيها السادة والسيدات الحضور، أرحب بكم مجدداً وأشكر لكم حضوركم معنا للمشاركة وإطراء هذا المؤتمر، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير، ونتمنى في الختام النجاح لمؤتمرنا هذا والخروج بنتائج وتوصيات تؤدي إلى دعم اقتصادنا الوطني. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كلية هندسة النفط والغاز هي ائتلاف لأربع أقسام رئيسية في جامعة الزاوية، ألا وهي قسم الهندسة النفطية، قسم الهندسة الكيميائية، الجيولوجية والجيوفيزيائية. مدة 5 سنوات منذ نشأة هذه الكلية تعتبر مدة قياسية جداً لتبني فيها هذه المؤسسة العلمية دعائمها من الصفر حتى تصل إلى هذه اللحظة التي تتبنى فيها هذا العرس العلمي. ننتقل الآن إلى كلمة رئيس المؤتمر مع الدكتور عمر الحروشي سلطان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الضيوف الكرام، كل باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي واسم جميع أعضاء اللجان العاملة بالمؤتمر أرحب بكم جميعاً، ونتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان لكم على تلبية الدعوة بالرغم من الظروف الحالية. السادة الضيوف الكرام، يأتي انعقاد المؤتمر العلمي الأول لكلية هندسة النفط والغاز بجامعة الزاوية بعنوان دور علوم الأرض والبيئة في تنمية الاقتصاد الليبي، ليؤكد السعي المستمر للكلية لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح رائدة محلياً وإقليمياً. ولتنظم الكلية هذا الحدث العلمي، فإنها تستشعر مسؤوليتها تجاه تحقيق رؤية ورسالة وأهداف جامعة الزاوية. وإن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تفعيلاً لدور الجامعات في خدمة الاقتصاد الوطني، حيث يهدف للتأكيد على أهمية علوم الأرض ودورها في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي والحد من استنزاف الموارد الطبيعية بسبب معدلات الاستهلاك العالية. يهدف المؤتمر من خلال مشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والمختصين في هذا المجال إلى تسليط الضوء على المقومات الطبيعية والبيئية والسياحية الهامة التي تمتلكها ليبيا وتجعلها بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال مناقشة نتائج أحدث الدراسات والأبحاث والأوراق العلمية المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية، وبحث سبل المساهمة في إعداد رؤية حول استثمارها على المستوى الوطني، ودراسة التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال، وذلك من خلال عدة محاور يناقشها المؤتمر. السادة الضيوف الكرام، سعت اللجان العاملة في المؤتمر إلى إجراء العديد من ورش العمل للتعريف بالمؤتمر والأنشطة التي على هامش المؤتمر، ومن هذه الأنشطة إقامة مسابقة المشاريع الطلابية أو بما يعرف بمسابقة التميز للمشاريع الطلابية، وذلك دعماً للمشاريع والبحوث العلمية والتطبيقية لطلبة الأقسام الهندسية للجامعات في مختلف ربوع ليبيا لأجل ابتكار مشاريع تخدم المجتمع والبيئة وتشجيعاً للمواهب الشابة من خلال إبرازها ومنحها الحوافز. وقد شارك في هذه المسابقة العديد من الطلاب من 14 كلية هندسية من شرق وغرب وجنوب ليبيا، وكان للمسابقة مدلولاً على تجسيد اللحمة الوطنية لأبناء الشعب الواحد. كما استغلت اللجان العاملة بالمؤتمر فرصة تواجد مشاركين من جميع مناطق ليبيا
لتنسيق رحلة علمية حقلية لبعض المناطق الهامة في الغرب الليبي، تساهم في تمكين المشاركين من الاطلاع على بعض التكوينات الجيولوجية لهذه المناطق. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات الداعمة والراعية لهذا الحدث، وأن أعرب عن خالص امتناني لكافة المشاركين. كما لا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير والامتنان لزملائي في جميع اللجان، ولقد أثبتوا من خلال عملهم كفريق تمتعهم بروح الفريق الناجح والمتعاون، فشكراً لمجهوداتهم العظيمة، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن سعيدون جداً بهذا الصرح العلمي الذي نعتبره ملتقاً وطنياً مصغراً تلتم فيه الجموع من كل ربوع ليبيا الحبيبة، من أقاصي الجنوب والشرق والغرب، ما حين كل الحدود الجغرافية. نترككم الآن مع كلمة لنقابة المهن الهندسية بالزاوية مع الأستاذ محمد علي شلادي رئيس النقابة، فليتفضل مشكوراً. أحب أن أؤكد على الدور المشترك بين نقابة المهن الهندسية والكليات الهندسية بمختلف تخصصاتها، وأننا أمام واجب وطني يكمل بعضه بعضا، العمل على تحقيق النظام التعليم الصحيح والذي يكون مبنيا على التعليم الجيد الغير معتمد على التلقين، ويكون معتمدا على التوجيه والإرشاد والمشاركة للوصول إلى المخرجات المرجوة والتي تواكب سوق العمل. حنشوف بعض الجامعات الليبية التي شاركت معنا في هذا الحدث، منها جامعات كما ترون، جامعات من مختلف مناطق ليبيا، من مختلف المدن، هذه جامعات الوطنية والشركات والمؤسسات والقلاع العلمية من كافة ربوع ليبيا، بحيث أعطتنا لحمة وطنية أرجو أن تكون لحمة تجمع الليبيين ولا تفرقهم. نشكر الدكتور يوسف الشريف على هذه التوضيحات. حضورنا كريم، أترككم الآن مع كلمة باسم جامعة الزاوية يلقيها عليكم الدكتور عماد محمد أبو عجيلة مدير مركز البحوث والاستشارات الطبية بجامعة الزاوية. وقد تجلى التدهور البيئي في ارتفاع مستويات التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة العمل على تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على البيئة وتضمن احتياجات أجيال المستقبل. لا تكمن أهمية هذا المؤتمر في مخرجاته العلمية فقط، بل كذلك في كونه جسر وصل بين وقود الوطن الحقيقي، الشباب وميدان العمل. لهذا أترككم الآن مع كلمة باسم المؤسسة الوطنية للنفط يلقيها على أسماعكم الأستاذ خالد بخطوة مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، فليتفضل مشكورا. السادة الحضور، السادة منظمي هذا المؤتمر، السلام عليكم. كلفت من قبل السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بنقل تحياتهم إليكم ويدعموكم في كل ما يدور في هذا المؤتمر. ولهذا الغرض حقيقة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها تحضر هذا المؤتمر القيم بوفد رفيع المستوى يتضمن مدراء ومدراء عموم في المؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء لجان إدارة وأعضاء لجنة إدارة في الشركات النفطية، وهذا يدل على مدى اهتمام المؤسسة الوطنية للنفط بالبحث العلمي والمشاركة في هذه المحافل العلمية. نشكر السيد خالد على هذه الكلمة التشجيعية. ننتقل من هنا إلى كلمة لشركة المبروك للعمليات النفطية يلقيها علينا المهندس عبد الباسط رفاعي رئيس مجلس الإدارة بالشركة، فليتفضل مشكورا. الحدث رائع جدا والتنظيم على مستوى، حبيت أن ننوه لحاجة واحدة، أن الاستكمال لكلام أخي وزميلي خالد في التناغم بين المؤسسات المجتمعية بصفتها سواء العلمية وإلا الصناعية، ولا هذه هي الغاية المقصود منها هذا المؤتمر، كيف تتناغم البحوث العلمية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية مع الجهات الصناعية القادرة على تمويل نفسها وقادرة على إدارة أمورها بصورة أحسن. شكرا للمهندس عبد الباسط رفاعي على هذه الكلمات، كما نشكر المهندس الحبيب الشباني مدير المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية، وأيضا السيدة سعاد رتيمة
عضو المجلس الأعلى للدولة لحضورهم معنا في هذا المحفل. وأيضا نثني على كل هذا الزخم والحضور الذي نعتبره انتصارا لنا وإثراء لمرحلتنا نحو استغلال مقدرات وخيرات ليبيا البشرية والمادية والطبيعية، وتوجيهها للرفع والنهوض بالقطاعين العام والخاص. أترككم الآن مع كلمة باسم شركة الزاوية لتكرير النفط، يلقيها عليكم ممثل الشركة المهندس محمد دبوب، فليتفضل مشكورا. السادة الضيوف الكرام، أصالة عن نفسي ونيابة عن السادة رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الزاوية لتكرير النفط وجميع مستخدميها، نؤكد دعمنا للمؤتمر العلوم الأرض والبيئة ودوره في تنمية الاقتصاد الليبي، كما نؤكد على استعدادنا للتعاون مع الباحثين في هذا المجال ومساعدتهم وتقديم كافة السبل والتي بدورها تساهم في تطوير هذا المجال. وفقكم الله لما فيه الخير لرفع من شان هذا البلد ويحقق رغد العيش لأبنائها والنهوض باقتصادها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من جديد، وأسمح لي أن أتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير لكل من تقدم بيد العمل لنا في هذا الحدث العلمي. طيب لدينا في حرب سنة 1973 حرب أكتوبر على طول ارتفاع الدعم، بعدها نزل حتى في الارتفاعات الحديثة الهبيلة فارس الموجودة فيه، والمرة هذه كانت النتائج أعلى بكثير، لأن عروق الكوارتز المرة هذه أصبح فيها الذهب غربي بالعين. مئات ومئات الكيلومترات من المسارات، والمسارات هذه في كل مسافة تؤخذ عينة. المنطقة هذه أظهرت أن فيه مناطق فيها الذهب. مع بلوغ منتصف اليوم الأول للمؤتمر، اتجه الحضور لافتتاح المعرض وأخذ قسط من الراحة. لحظات افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر. فهمت. طبعا من ضمن مشاركات المؤتمر مشاركات داخلية وخارجية، عندنا ما يقارب 3 أبحاث من خارج ليبيا حتكون مشاركة إلكترونيا، وعندنا متحدث رسمي في المؤتمر من موريتانيا حيعطي محاضرة أونلاين حول تثمين الموارد الجيولوجية في ليبيا. وبعد افتتاح المعرض كانت فترة للاستراحة، فاتجه البعض لمشاهدة المعروضات والبعض الآخر لتناول بعض الوجبات السريعة، حيث قامت اللجان المشرفة على المؤتمر بتجهيز فطور وغداء في كل يوم من أيام المعرض. هذا في شاهي نحن الآن في بوفيه الإفطار، والتجهيزات ماضية على قدم وساق، إن شاء الله الأمور كلها حسب المخطط لها. هذا طابور إفطار مخصص للحاضرين المؤتمر. خلاص خذ
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الباري محمد المريمي، منسق المعرض اللي تابع للمؤتمر العلمي الاول لكليه هندسه النفط والغاز. ان كانت الفكره الاساسيه للمعرض ان احنا نتعمدوا الناس اللي تخدم على الخامات الليبيه واللي تخدم على البيئه. فتطرقنا لبعض الشركات النفطيه، كانت عندنا جزء من الشركات النفطيه شاركت معنا زي شركه ابراج للخدمات النفطيه، وشاركت معنا شركه وادي ايرم صديقه للبيئه زي الطاقه الشمسيه، شركات شاركت معنا شركه ازاد في الطاقه الشمسيه، ومركز البحوث للدائن بحكم ان اللدائن هي تعتبر من الخامات الموجوده. الموضوع الثالث اللي هو السياحه الجيولوجيه، فتطرقنا في الموضوع هذا زي ما نشوفه خلفي ان شاء الله لموضوع المنحوتات، في منحوتات الخشبيه ومنحوتات الصخريه وفي منحوتات المعتمده على الجبس، هذه كلها تستخدم في مواد وخامات ليبيه. المتحف الليبي للديناصورات حتى هو شارك معنا بحكم انه يعتبر حتى هو تابع للسياحه الجيولوجيه، شركه راعيه حتى هي وداعمه، شركه المدار حتى هي شاركت معنا، شاركت معنا الجمعيه الليبيه لعلوم الارض حتى هي بمجموعه من الكتب اللي تتكلم عليه الخامات وعلى الجيولوجيا في ليبيا وعلوم الارض الليبيه، ومعنا حتى جمعيه الدعوه الاسلاميه شاركت بمجموعه من الكتب طبعا كمشاركه اللي هي تعتبر جهه داعمه. السلام عليكم، احنا شركة وادي ايرم للزيوت السيارات، الزيت بتاعنا ايطالي مصنوع في ايطاليا. صفة ناصر ابو القاسم محمد الزواغب، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي لتقنيات علوم البحار صبراتة. دكتور منصور سيمون الفارس، المعهد العالي لعلوم التقنيات الطبية الكربوني. طبعا نحن فريق علمي واحد مثل جامعة النجم الصادع، طبعا شاركنا بثلاث اوراق وعندنا زملائنا ايضا زميلين لنا حتى هم مشاركين بورقتين مختلفات، يعني المجموع من النجم الصادع خمسة. استاذ دكتور ابراهيم محمد عبد الله العساوي، قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة مصراتة. الاسم محمد محمود لالا، مدير شركة بريمير كوريكس. دكتور عبد الباسط عبيش، عضو هيئة تدريس بكلية العلوم الأصابع جامعة غريان. دكتور طارق الأسود، قسم الجغرافيا كلية آداب الزاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد الحاسي، عضو هيئة تدريس جامعة النجم الساطع. المهندس علي محمد شلادي، رئيس نقابة المهن الهندسية بالزاوية. طبعا نشارك اليوم بتنظيم المؤتمر الأول لكلية النفط والغاز. مؤتمر كان في قمة روعة في الإضافة، في الضيافة، في الاستقبال، في الكرم، في المادة العلمية التي قدمت، في طريقة انتقاء الورقات واختيارها وطريقة مراجعتها سواء كانت في المادة العلمية أو المضمون أو في طريقة التحضير للمؤتمر. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهذا المؤتمر في تنفيذ مخرجاته وأن يكون في المستوى المطلوب. على بعد أمتار بسيطة من أجواء هذا المعرض الجميل، كانت توجد قاعتان تلقى بداخلهما الكلمات والمحاضرات، هيا لنلقي عليها نظر. لطالما ظلت مشاريع الطلبة الكنز الحقيقي لرواد الأعمال بعيدة عن الاستثمار في وطننا الحبيب، وقد حان الوقت للتغيير، حان الوقت لاستغلال هذه الثقافة الشبابية الضائعة. قبل مدة من انعقاد المؤتمر تم إجراء مسابقة في مجالات متعددة من الهندسة النفطية، وهنا الأستاذة تعطينا نبذة عن هذه المسابقة. حيث تقدم الخريجين من كل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والتي وصل عددها 14، وهي جامعة الزاوية، جامعة صبراتة، جامعة سبها، جامعة بنغازي، جامعة بني وليد، جامعة المرقب، جامعة مصراتة، جامعة جدابية، جامعة طرابلس، المعهد العالي للتقنية بجنزور، كلية أم الربيع سرمان، المعهد العالي درة الخليج ببنغازي، كلية الموارد الطبيعية العشيلات، جامعة الرفاق الأهلية طرابلس.
كان عدد المشاركين المتقدمين للمشاركة أو للمسابقة 41 مشترك. طبعا قبل ما يبدو الطلبة في العروض عندنا كلمة من الأستاذ مختار عبد الدايم مدير إدارة التنمية المستدامة لمؤسسة الوطنية للنفط والطاقة. حاولوا نركزوا خلال الفترة القادمة على دعم الصراحة المشاريع الصغرى والمتوسطة، ولنا ممكن نصنف المشاريع الطلب اللي تو مقدمين لها من ضمن التصنيف هذا، ونكونوا فكرة لدى الشباب والخريجين الجدد ان راه القطاع العام مش هو الهدف الرئيسي، نحاول ندفعوا به بالبرايفت بزنس يخشوا في المشاريع المتخصصة، واللي هي انا اعتقد حتى على المدى الطويل حتكون ذات جدوى افضل. احنا كموظفين في القطاع العام يعني نشبه في القطاع الخاص ومردودة على الناس، والفرق بينه وبين القطاع العام يعني. ان شاء الله احنا اليوم نشبه مشاريع مميزة تكون مربوطة بالقطاع النفطي، وممكن احنا نحسب فرصة حتى نتبنوا بعض المشاريع ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق. بارك الله فيكم. والان ارجو من الطلبة ان يتجهزوا للعرض، او لعرض مشاريعهم لكل مشروع 10 دقائق. مشروع مقدم من جامعة الزاوية كلية هندسة النفط والغاز بعنوان Wastewater Treatment Using Biosand Filter. نرحب بالحضور الكريم في هذا اليوم وذاك العرض مشروع التخرج بعنوان Optimization of the Multi-Fluid Flow Issues in the Oil and Natural Gas Exporting Pipeline System. طبعا هذا المشروع تحت إشراف البروفيسور القدير حسن شريف، بروفيسور في الهندسة الكيميائية وخصوصا في علم Flow Assurance، مقدم من قبل الطالب مهاب عمر عباد. طبعا المشروع التخرج هذا بجامعة الزاوية بكلية هندسة النفط والغاز. نبدأ الآن على بركة الله بمحتويات هذا المشروع. أولا لدينا الانترودكشن وهي المقدمة الخاصة بهذه الدراسة، ومن ثم لدينا التدفق المتعدد الأطوار داخل أنابيب نقل النفط والغاز، ومن ثم لدينا عملية المحاكاة باستعمال السوفتويرات الحديثة للمشاكل الخاصة بأنابيب نقل النفط والغاز، ومن ثم الكيس ستادي وهي تمثل جملة من المشاكل التي سوف نقوم بالتنويه عليها وإيجاد الحلول لها، وأخيرا النتائج والتوصيات الخاصة بهذه الدراسة. زي ما حكينا الاول اوف بيد سببت لنا نقص في الدنسيتي بيكوز ذا اويل انسايد اول اوف بيد يسمى الايموشن از وي نون. الايموشن بيدير لنا الايموشن بيكسر لنا الكراك، يعني احنا نقول الميكشر تركيب الاويل في الحاجه المدح يسبب لنا كراكنج ليد. هذا الحاله اللي سببنا شنو صار لنا دروب من ناحيه الدنسيتي، وادي مستفيدين بها من ناحيه يعني اغلبيتنا عندنا دكاتره ما شاء الله مشتغلين في مجال النفط والحفر السريع ماذا بينا، يعني بتصير لك عمليه سركاشن حتحتاج وقت ضيفها وارتاح. يعني فيها افكار جديده يستخدموا في تبني البحر بدل بذور الزيتون، تمام، وحتى هي اثبتت جودتها عاليه ما شاء الله. واغلب بعد ما شفنا مره في واحده من السابقات حللنا العينات من عده شركات دوليه ما شاء الله، لقيناها لا تزيد على الحاجات هذه من من برا. ما انا قلت لك انا دكتور انا يعني كيف رديت عليك اقل ماده تكلم كبترول مجيل اقل ماده تكلف فينا 135 دولار 140 دولار. الماده متوفره عندنا احنا، هي تلعب دور كبير في تكاليف الابار، تلعب دور كبير احنا من ناحيه الكوست ننظر لها، يعني الماده ممكن نصنعها ونستخدمها في الحقار ونصدرها لشركات برا وتحتاج دراسات. بارك الله فيكم دكاتره. شكرا. ارحب بالحضور الكريم في عرض مشروع تخرجي انا سجى الغرابلي رفقه زميلي مروان شكال باشراف البروفيسور القدير حسن الشريف. مشروع تخرجنا كان عباره عن محاكاه او simulation of separator platform gathering and export gas pipelines. اهم محتويات العرض هي ماهيه الفلو اشورنس، كذلك اهم السوفتويرز التي استخدمناها لاجراء المحاكاه، من ثم ننتقل لنبذه بسيطه عن شبكه بحر السلام، وانتهينا باهم الريزلتس الكونكلوجنز والريكومنديشنز التي انتهينا وتحصلنا عليها من هذه الدراسه. كان في 1400 كان الرقم 94 بار، طبعا ما قدرش نفوت اخر الجمبوكس. هذا غير ان كميه السيرج ليكويد ضخمه وما يستوعبهاش السلاب كاشر. السلاب كاشر موجود في مليتر حاليا صغير، صراحه صغير جدا. ما فاتوش 900 قاعدين هم. هم تو في الفيس. 900 مليون. لكن في المده الجايه بيضخوا حوالي 1100 في الستاند. لكن انتوا قلتوا عالجتوا بالجلايكول، هل يعني ان ما فيش جلايكول غادي في لو ما احتدرنا السيناريو ان تتعطل وحده الجلايكول هذه تجفف في الميه، يجي الغاز الطبيعي مدمج مع الميه. ويتم معالجته معالجة أولية على منصة صبراقة. لما قمنا احنا بالسيناريو انها تتعطل وحدة التجفيف، فشو بنضطر؟ بنضطر نضخ غاز طبيعي لمليتها وهم بعدين يعالجوا براحتهم، لأن في مسافة وفي سبيس وفي كل شيء. 36 يرفع فيها لمصنع مليتها. شكرا. وفي قاعة مجاورة كان العديد من الأساتذة يلقون محاضرات متنوعة، من ضمنها السياحة الجيولوجية وأهميتها في الارتقاء باقتصاد الوطن.
هذه أيضا مجموعة من الصور التي تبين تنوع السياحة الطبيعية في ليبيا بين كهوف، بين رمال، بين شواطئ. أنا قمت بزيارة ودرت لها دراسة كاملة المعلومية باش نوضحها في 2005 لجبال أكاكوس بالكامل من الناحية الجيولوجية والسياحية. أنا وشخص ثاني ألماني لغاية ما مسكون الشرطة الجزائرية في تلك الفترة، ودرنا عليها موفي والأمور طيبة، وكيف ما قال الباشمهندس حاليا نسعى أن تكون معلم من معالم الجيولوجية، معلم من معالم الحدائق الجيولوجية. إن شاء الله بعد قليل حيتم هذه التوصية اللي هو الاختتام المؤتمر والتكريم إن شاء الله. طبعا احنا تو نجهزوا في الإعداد والأمور ماشية 100%. نشكر كل من ساهم ولو بكلمات طيبة. أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في اللجنة التحضيرية، أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من قدم يد العون لنا في هذا الحدث، جميع الأعضاء، اللجان الفرعية، لجنة مسابقة التميز، لجنة المعارض، جميع اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة التحضيرية، أتقدم لكم بجزيل الشكر على كل ما بذلته مجهود، فكنتم في الموعد حقيقة، والجميع لهم الشكر بدون استثناء. الشكر إلى اللجنة التنظيمية، طلابنا الأعزاء كانوا في الموعد أيضا، كانوا في التنظيم. الشكر موصول إلى جميع الشركات الداعمة لهذا المؤتمر، الشكر موصول أيضا إلى اللجنة العلمية المسؤولة والمشرفة على النشاط، الرحلة العلمية إن شاء الله حتكون يوم الخميس القادم لمدة 3 أيام بمنطقة غريان.